أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأخبارية السورية لهذه التغطية الخاصة والمباشرة التي نبدأها هذا اليوم للحديث عن واقع وتداعيات العدوان الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس في محيط مطار دير الزور في جبل الثردة تحديدا، والذي تم من خلال 5 مقاتلات أمريكية اخترقت الأجواء السورية من الحدود العراقية وقامت بغارة وتغطية نارية تزامنا مع هجوم تنظيم داعش على منطقة في محيط مطار دير الزور العسكري في جبل الثردة تحديدا. هذا الجبل ذو الموقع الاستراتيجي جدا الهام في المنطقة الشرقية من سوريا، والذي يطل على مطار دير الزور ويغطي ناريا حتى مسافة 80 كيلومتر مربع. ونتحدث أيضا عن تداعيات هذا الموضوع وبما جرى يوم أمس حتى وصلت إلى حد المشادات الكلامية بين كل من المندوبين الروسي والأمريكي، والذي تحدث فيها فيتالي تشوركين بأن هذا العدوان وهذه الغارة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بشكل مباشر الاتفاق الروسي الأمريكي أو التفاهم الروسي الأمريكي الذي توصلوا إليه مؤخرا في جنيف فيما يخص موضوع الأزمة السورية، كما أنه يهدد الهدنة، بالإضافة إلى مطالبة الخارجية الروسية مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لإدانة هذا العدوان والوقوف على تداعياته، الأمر الذي تحدثت فيه مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن سامانثا باور، وتحدثت بأن ما من مبرر لاتهامات روسيا لواشنطن وأن إدارة أمريكا تحقق في الغارة التي استهدفت ما بين قوسين كما تحدثت قوات النظام السوري. إذا نتحدث عن تداعيات هذه التحركات الأمريكية التي أتت تزامنا مع هجوم داعش على هذه المناطق، والتي أودت مع الأسف إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الغارة وهذا التحرك المشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم داعش. أرحب مباشرة بضيوفنا في هذه التغطية الخاصة والمباشرة، الأستاذ عبد المسيح الشامي الكاتب والباحث عبر خدمة السكايب من برلين. أستاذ عبد المسيح صباح الخير. صباح الخير لك ست ثانية ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك. أيضا أرحب عبر الهاتف معي مباشرة الخبير الاستراتيجي والعسكري إلياس فرحات من بيروت. أهلا ومرحبا بك أستاذ إلياس. حياك الله. أبدأ معك مباشرة أستاذ عبد المسيح الشامي، تداعيات كثيرة حملتها الأحداث يوم أمس إلى مجلس الأمن، مشادات كلامية كما يتم تنقلها عبر وسائل الإعلام بشكل مباشر بين كل من المندوب الروسي والأمريكي، ما أهم ما ممكن أن يتم التوصل إليه على الأقل على صعيد مجلس الأمن؟ يعني لا شك أن ما جرى بالأمس من العدوان السافر والواضح المعالم الذي قامت به أمريكا على الجيش السوري، على مواقع الجيش السوري يعني الشراكة المباشرة مع تنظيم داعش، أعتقد أنه عدوان موصوف وهو عدوان ينافي ويناقض كل الأعراف وكل القوانين الدولية التي تنص عليها قوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل القوانين المرعية في كل دول العالم. هو إذن اعتداء مباشر على دولة ذات سيادة وعلى جيش نظامي يتبع إلى دولة ذات سيادة داخل أراضيها، وبالتزامن وبالشراكة مع تنظيم إرهابي يعرفه مجلس الأمن وتعرفه الأمم المتحدة على أنه تنظيم إرهابي. وبالتالي هذا العدوان اليوم له بعدين، له بعد عدوان حقيقي مباشر وموصوف بكل الأعراف والقوانين الدولية المرعية. إذا أن هنالك بعد آخر وهو بعد الإرهاب الذي أعتقد أنه لا يجب أن يسقط عن هذا الاعتداء الذي قامت به أمريكا. إذا كان هنالك فعلا قانون دولي يحمي الدول، إذا كانت هذه المنظومة هذه المنظمة العالمية أقيمت وأنشئت أصلا لحماية الدول ولحماية الشعوب ولحماية الأنظمة والقوانين، أعتقد أنه يجب أن يصدر عن هذه المنظومة يعني قرار واضح بإدانة أمريكا ومعاقبة أمريكا. أيضا لا يجب أن تبقى أمريكا خارج يعني القانون الدولي، خارج العقاب، خارج الملاحقة. خارج القانون الدولي هي بطبيعة الحال ليست المرة الأولى أستاذ عبد المسيح الشامي، يعني من بداية الأحداث في سوريا وواقع وموقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح تماما. لو سمحت لي ابقى معي أستاذ إلياس فرحات، في أي إطار يوضع بواقع العملية العسكرية، خلينا نتحدث في أي إطار يوضع تحرك الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس وتأثيراته أساسا على واقع المسار العسكري في المنطقة الشمالية الشرقية تحديدا، نتحدث عن محيط مطار دير الزور. هي عملية جاءت بتوقيتها بعد تعثر
تنفيذ وقف اطلاق النار، وخصوصا الخلاف حول ادخال المساعدات الى حلب الشرقيه من دون سياده الحكومه السوريه، واصرار الرئيس اوباما على دخول مساعدات قبل تنفيذ الاتفاق، وعقده الاجتماع لمجلس الامن القومي لحسم خياراته، ويبدو ان حسم الخيار جاء باتجاه توجيه ضربه للجيش السوري في منطقه يعتبر فيها الجيش السوري والدوله السوريه محاصره من قبل تنظيم الدوله داعش. نعم. وذلك في ضغط على الحكومه السوريه وعلى روسيا من اجل ادخال التموين الى حلب الشرقيه، وما يتضمن هذا التموين من عتاد لتنظيم القاعده الذي بات محاصرا داخل حلب الشرقيه. وقد سمعنا من عديد من المسؤولين الامريكيين وعلى راسهم وزير الخارجيه كيري عده مرات يقول حلب خط احمر، اي انهم لا يسمحون بعوده الدوله السوريه الى حلب. هذا الهجوم قد يتبعه هجمات اخرى في اطار الضغط على الحكومه السوريه وعلى حليفتها روسيا من اجل فك الحصار عن حلب الشرقيه وعدم دخول الدوله السوريه الى داخل مدينه حلب الشرقيه. هذا العمل العسكري يقع في هذا الاطار، وسيتبعه اعمال اخرى في مناطق اخرى ايضا من اجل الضغط على سوريا وروسيا. واعتقد ان هذا ما فهمه الروس، وبدا ذلك واضحا من خلال تصريحات الناطقه بلسان الخارجيه الروسيه، ومن خلال كلام السيد فيتالي شوركين مندوب روسيا في الامم المتحده، والخلاف الدبلوماسي غير المسبوق الذي حصل في ارض مجلس الامن بين المندوب الامريكي والمندوب الروسي. كل هذا يشي الى تصعيد عسكري وسياسي في الموقف على الارض داخل سوريا. طيب لو سمحت لي ابقى معي استاذ عبد المسيح الشامي، يعني ما مصلحه الولايات المتحده الامريكيه من ان تقدم على هكذا تحرك؟ أمريكا بعد كل التطورات التي جرت في سوريا وبعد التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوري فيه على كافة الجبهات، إضافة وبشكل مهم جدا واضح جدا ومهم جدا هذا الرد الصاعد الذي يعني قامت به وحدات الدفاع الجوي السورية تجاه الطائرات الإسرائيلية، هذا التحول النوعي في مجرى الحرب السورية، هذا الحدث الجلل المهم جدا والذي أعتقد أنه سوف يدخل أو يحول الأزمة السورية في إلى مسار مختلف تماما عن كل الذي مر على مدى الخمس سنوات ونصف. أعتقد أن أمريكا إضافة إلى 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 الأزمة التي ربما تفضل بها ضيفك فيما يتعلق بموضوع الحل الذي وضع بموضوع الهدنة في حلب إلى ما هنالك، أعتقد أن أمريكا اليوم موضوعة في الزاوية تجاه كثير من الاستحقاقات بعد المطالبة الروسية أيضا بوضع يعني لائحة واضحة جدا للمجموعات الإرهابية والمجموعات الغير إرهابية. أمريكا اليوم لم يعد هنالك أوراق للمفاوضة، أوراق للعب، أوراق للكذب حقيقة، ليست أوراق تفاوضية لا على روسيا ولا على سوريا ولا على المجتمع الدولي. وجدت نفسها وجها لوجه اليوم في المعركة، دخلت بشكل مباشر اليوم بالمعركة، لأن أوراق التفاوض، أوراق اللعب، أوراق التي تستطيع أن تحركها على أرض الواقع في سوريا، أعتقد أنها استهلكت كلها. لذلك اليوم أمريكا دخلت بنفسها اليوم، دخل الأصولاء اليوم إلى الحرب في سوريا لربما التخلص وربما لتغيير الواقع الميداني في سوريا ولخلط الأوراق من جديد، عسى أن تملك أوراق تفاوض أخرى أو أوراق ممكن أن تلاعب بها الحكومة السورية والحكومة الروسية وهذا المحور الذي يقاتلها. طيب. ويجابهها منذ خمس سنوات. طيب. أعتقد أن أمريكا اليوم دخلت بمرحلة جديدة من التعاطي مع الأزمة السورية، دخلت بمرحلة الحرب المباشرة. طيب دخلتها بطريقة مقصودة أم بطريقة غير مقصودة؟ يعني هل نستطيع أن نعتبر بأنه تحرك مقصود من الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب بهذا المسار إلى هذه الدرجة؟ بالتأكيد هو تحرك مقصود تماما. طيب ما الرسالة من هذا التحرك إذا كان مقصود أستاذ عبد المسيح الشامي؟ عفوا، ما المقصود؟ ما الرسالة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسلها من خلال هذا التحرك المقصود حسب رأيك؟ أعتقد أن هنالك رسالتين، يعني هو ما جرى بالأمس هو رد على 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 أمرين، الرد الأول كما قلت على الرد السوري على الغارة الإسرائيلية وإسقاط الطائرتين، يعني سوريا عندما أسقطت الطائرتين أرسلت رسالة لإسرائيل وأمريكا بأن الحرب ليست لعبة مع سوريا وبأن سوريا ما زالت تملك قوة أوراق قوة قوية جدا تستطيع من خلالها مواجهة إسرائيل والتي هي بشكل أو بآخر الواجهة الأمريكية في المنطقة.
الرسالة، وهذا مهم جدا. الرسالة الأخرى هي لروسيا، بأن يعني أمريكا تريد إيصال رسالة إلى روسيا بأنها تستطيع خلط الأوراق متى شاءت بالشكل الذي تريده، وإعادة الأمور في سوريا إلى لحظة الصفر. إضافة يعني اليوم هنالك تطور، يعني هذا الذي جرى بالأمس تطور مهم جدا، أن يعني أمريكا أسقطت ورقة التوت، وهي تلاعب اليوم، وهي تلعب اليوم على الساحة السورية بالشراكة المباشرة مع داعش. يعني طيب كانت سابقا تحجج بأنها تحارب داعش، والكل يعلم أن هذا كذب، والكل يعلم أن داعش هي مشروع طيب أمريكي، وهي هل هي يعني توضع في إطار عملية تغيير مواقع، يعني في الوقت الذي تم الحديث فيه عن جبهة النصرة، وإلى أي حد الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا التنظيم الإرهابي اليوم بعد الاتفاق الروسي الأمريكي أو التفاهم الروسي الأمريكي؟ هل هي محاولة لسحب الأنظار باتجاه داعش وأبعادها عن جبهة النصرة، أم أن هناك رسالة أيضا من هذا التحرك الهدف منه هو أبعاد الأنظار عن تحرك ما على الجغرافيا السورية، مثلا ما جرى في خان أرنبة من غارة إسرائيلية في هذه النقطة، أو ما يجري من تطبيق قضية للتفاهم الأمريكي خلط الروسي في الأوراق من منطقة جديد. الكاستيلو يوم اليوم أمس؟ أمريكا تحاول من خلال هذا التطور الكبير إبعاد الأنظار عن ملفات كثيرة أصبحت محشورة، أصبحت يعني في الزاوية بها. يجب أن تقدم حلول واضحة جدا وردود واضحة وإجابات واضحة على موضوع النصرة، على موضوع هذه المجموعات الإرهابية، على فصل المجموعات الإرهابية عن غير إرهابية، عن اتخاذ موقف حقيقي من النصرة ومن شبيهاتها. أعتقد أن اليوم يعني كما نرى وكما نسمع في الآونة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، هنالك يعني خلاف واضح جدا، ويعني تصعيد عالي المستوى بين الأمريكان وبين الروس على خلفية تهرب الأمريكان من الاستحقاقات التي تنص عليها ربما الاتفاقية الأمريكية الروسية. أمريكا تحاول بشكل أو بآخر التملص من هذا الاتفاق من خلال لعبة جديدة، من خلال طيب خلط لماذا جديد تحاول للأوراق. التملص من هذا الاتفاق؟ كان لها من الأول أن لا توقع على هذا الاتفاق أو لا تصل إلى هذا التفاهم مع روسيا. يعني لما أمريكا هذه تحاول، المحاولة؟ هل هي عودة عن مسار ما؟ أم أنه ندم؟ ونحن نعرف تماما بأن في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها في التفكير لا تفكر في حالة آنية، إنما تفكر لما هو أبعد مما هي عليه الأمور. يعني هذا الموضوع وهذا التفاهم الذي وقع بين كل من الروسي والأمريكي ما كان ليتم لولا القناعة الأمريكية أساسا بأهمية هذا التفاهم. سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، والإجابة عليه يجب أن تكون واضحة. يعني للناظر من بعد يرى أن لماذا إذا وقعت الأمريكا هذا الاتفاق؟ أمريكا سياستها واضحة جدا، يجب أن ننطلق من قاعدة دائما ثابتة ولا تتغير في السياسة الأمريكية تجاه كل القضايا في المنطقة، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط. الأساس الحقيقي الذي تبني عليه أمريكا هو الفوضى الخلاقة، الفوضى، هي زرع الفوضى، هي تمشي تسير مع روسيا لوضع اتفاق ثم تنقضه لزرع الفوضى أكثر، لتفتيت هذه المشكلة أكثر، لربما ضرب المصداقية الروسية لتصغير لكن الحجم. بهذا الإطار هي تضرب مصداقيتها، لا تضرب مصداقية روسيا. الخارجية الروسية أستاذ عبد المسيح الشامي أعلنت أن العدوان الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع الجيش السوري في محيط دير الزور سيضع الاتفاق الأخير بين كل من أمريكا وروسيا على المحك. يعني ولكن تحديد، ليس تهديد يعني وإنما واقع حقيقي اليوم. نحن نعرف تماما مسار العملية السياسية في سوريا إلى أين وصلت، وواقع العمليات العسكرية إلى أين أوصلت كل من الروسي والأمريكي، أوصلتهم إلى مرحلة من التفاهم. لا نستطيع أن نقول هو اتفاق بطبيعة الحال نهائي، لكن وصلوا إلى مرحلة من التفاهم ليست بالقليلة في مسار العملية في سوريا. ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بصراحة من هذا التحرك؟ نحن نعرف تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست ساذجة إلى درجة أنها تحاول خرق هذا التفاهم من تلقاء نفسها. ما تريده أمريكا بشكل واضح جدا لا يعنيها، هي خلط أوراق اللعبة من جديد، هي الوصول إلى أماكن معينة ثم التراجع عنها، الإيحاء بأن هنالك حلول ثم التراجع عنها، خلخلت القضية بالكامل، خلخلت أي اتفاق. القضية اليوم الذي يعني أصبح هنالك ربما عدم مصداقية أيضا وعدم ثقة بالموقف الروسي. يعني عندما تسمع كل الناس تسمع أن هنالك اتفاق روسي أمريكي وأمريكا هي التي تخرقه، إذا روسيا لم تكن جادة، لم تكن يعني دقيقة بالاتفاق، لم يعني أعطت مصداقية في مكان غير مكانها، هذا بشكل أو بآخر أيضا يضر بالمصالح الروسية أو بالموقف الروسي أو بالمصداقية الروسية وبالقوة يعني التفاوضية الروسية من جهة، إضافة إلى أنه يحقق الشرط الأساسي والمهم جدا، وهو خلط الأوراق وإدخال اللعبة السورية أو الحرب السورية في حالة من الفوضى التي
تشعر الناس وتشعر كل الفرقاء يعني الداخلين في هذه اللعبة بأنه لا يمكن وضع حلول. هذا طيب اليأس تجاه الحل في سوريا، هذا ما تريد أمريكا أن تصل إليه. طيب هذا النقطة المهمة جدا. طيب ابقى معي لو سمحت. أرحب مباشرة عبر الهاتف من حلب باللواء المتقاعد هيثم خليل، الخبير الاستراتيجي والعسكري. سيادة اللواء مرحبا بك، ايوه اهلا وسهلا بك يا عزيزتي. حياك الله. أبدأ معك مباشرة في مفهوم العسكري والعمليات العسكرية، ماذا يعني الهجوم على نقطة كالهجوم الذي تم يوم أمس على جبل الثردة محيط مطار دير الزور العسكري؟ تفضل. الهجوم على نقطة عسكرية واحدة أو تنتين لن يغير مسرى أو مجار الحرب، لكن نحن بدنا نشوف الهدف اللي أبعد من هالعملية هي اللي صارت. إذا بتلاحظي نحن إذا حطينا مفهوم أساسي للوضع أنه هدف أمريكا بالمنطقة أعلنوه أكثر من مرة هو إطالة عمر الأزمة، فمن هذا المبدأ نستطيع أن نفهم أي تحرك أو أي عدوان لأمريكا. لا يمكن يكون مثل ما بيدعوا انه هذا عن طريق الخطأ ضربوا التلوى بعد ساعه زمان بيحتلوا داعش. في تنسيق بيناتهم، العمليه لم تكن مفاجئه او مو مفاجئه او خطأ او كذا. الهدف الاساسي اذا بتلاحظي كل ما بيكون في تقارب تحرج امريكا امام الروس بعده مماطلات لايجاد حل. لما بيوصل الحل للمصادقة بالظاهر كان بينعرض على مجلس الأمن ما عرض، فبتبحث عن سبب آخر لإطالة عمر الأزمة. ألا بترجع المفاوضات من أول وجديد لإيجاد حل لهذه المشكلة؟ هو طيب التفاهم، هو إيجاد نقطة التقاء، التفاهم على الطلعات العسكرية، تحديد النقاط السورية، تحديد النقاط العسكرية، مع أنه النقاط السورية منزلة على المواقع الأمريكية بيعرفوها كاملة عن طريق الروس. أي موقع عسكري بيعرفوه أنه هذا سوري لا يمكن يخطو فيه، فالخطأ غير وارد هون. العمل مقصود لإطالة عمر الأزمة. طيب يعني نتحدث فقط لو سمحت لسيادة اللواء، وأنت يعني من قلب واقع المفهوم العسكري للعمليات التي تجري، النقطة الاستراتيجية كجبل الثردة ماذا تعني من خلال هذا الهجوم، ولماذا هذه الاستماتة على هذه النقطة تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وداعش؟ سيدتي هذا التل الثردة هو تل مرتفع مطل على دير زور ومطل على المطار العسكري، السيطرة عليه يعني تقريبا التحكم في مجرى سهل كبير كثير، السيطرة على المطار، قطع الإمدادات وتطويق دير الزور، يعني التل مهم كثير عسكريا. نعم. ولذلك سوريا خلال فترة بسيطة استعادت التل، لم يبقى لأنه لا يمكن أن تتم تحرك القوات السورية بمعزل عن هذا التل. هو تل استراتيجي ومطل على مواقعنا العسكرية السورية بشكل كامل. صحيح. لا يمكن يسمح سوريا باستيلاء على هذا التل. طيب بكل الأحوال نتحدث عن تلة تغطي 80 كيلو متر مربع من مساحة دير الزور ناريا. نتحدث أستاذ عبد المسيح الشامي، يعني تراشق الاتهامات والحديث المعلن من قبل مندوب روسيا ومندوب كل من عفوا مندوب روسيا ومندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في موضوع هذا العدوان، مطالبة روسيا لعقد جلسة طارئة في مجلس تمت. الأمن لإدارة ماذا يعني هذا ذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال لم تتم هذه الجلسة ماذا سيعني ذلك بالنسبة لروسيا؟ إذا تمت طبعا تعتبر سابقة مهمة جدا، أعتقد أنها ربما تكون الأولى في يعني طرح أي مشروع أو أي قرار أو على الأقل بحث قضية تدين أمريكا باعتداء في يعني في أي دولة من العالم. أعتقد أن إذا تم هذا الأمر سوف يكون تطور مهم جدا وتحول جدا مهم جدا، وربما يكون دلالة أعتقد أو أولى الدلالات على أن العالم اليوم تغير وبأننا دخلنا فعلا في حقبة الأقطاب المتعددة، وبأن روسيا إلى حد ما استعادت عافيتها السياسية وقوتها التقليدية التي تستطيع من خلالها فرض إرادتها على مجلس الأمن. أما إذا لم يحدث فلا شك أن هنالك يعني ربما يكون يعني إحباط أو إحالة من اليأس، ربما من السيطرة على الجموح الأمريكي على هذه القوة الشريرة التي تستطيع أن تتدخل في أي مكان من العالم. ولا أعتقد أن هذا الأمر سوف يمر مرور الكرام. أعتقد أن روسيا ومن خلفها كل يعني روسيا، عندما نتكلم روسيا لا شك أنه يجب أن نعي أن هنالك إلى حد ما مجموعة من الدول التي تقف وراء روسيا كالصين وغيرها، دول البريكس كلها بشكل أو بآخر معنية وهي تدعم وتتشارك بالآراء وبالمواقف والمواقف السياسية وحتى بالتدخل
يعني بالتنسيق مع روسيا بهذا الامر. اعتقد ان هذا يعني مجرد مطالبه روسيا بهذا الامر بهذا الشكل اليوم في مجلس الامن وبالامم المتحده، اعتقد انه له دلاله كبيره جدا على ان العالم قد تغير. يعني اليوم لم تعد امريكا تستطيع ان تفعل ما تشاء وان تتدخل اين تشاء بالشكل الذي تشاء كما كانت سابقا. طيب لذلك اعتقد انه يعني هو تحول كبير جدا، واعتقد ان امريكا بهذا التدخل في سوريا ربما رغم يعني انها تحاول بشكل او باخر اظهار قوتها واظهار انها هي تستطيع التدخل وانها ما زالت تملك اوراق القوه وتملك المبادره في اي حرب وتستطيع ان تقلب المعادله في اي حرب، الا ان هذا التدخل ومن خلال رده الفعل الروسيه اليوم يبين هو بشكل واضح جدا بان العالم بشكل او باخر بدرجه او باخرى تغير، لم تعد امريكا قادره على ان تفعل ما تشاء بالشكل الذي تريده، لذلك طيب اعتقد ان هذا الطرح في مجلس الامن مهم جدا. طيب سيادة اللواء لو سمحت نتحدث أساسا عن واقع التفاهم الأمريكي الروسي الذي توصلوا إليه في جنيف وأساس تطبيقه على الأقل في منطقة الكاستيلو في حلب، في العمليات العسكرية ما جرى يوم أمس، أين يضع الهدنة؟ في أي إطار نستطيع أن نفهم موقعها الآن؟ سيدتي الهدنة هو عمل إجرائي لإطالة عمر الأزمة كما ذكر. الهدنة؟ تتحدث عن الهدنة بأنها عمل إجرائي لإطالة أمد الأزمة؟ نعم، لأن سوريا قدمت ما طلب منها. ألو، نعم عم بسمعك سيادة اللواء، لكن تحدثت عن نقطة، هل قلت يعني تأكيد لو سمحت، هل قلت بأن الهدنة هي مسار لإطالة أمر الأزمة، يعني أمد نعم. الأزمة، أم أن الموضوع فهم بشكل نعم. خاطئ؟ نعم يا سيدتي، نحن كنا في وضع قبل الهدنة في وضع هجوم معاكس، ومواقع الجيش العربي السوري في تحسن، فتدخلت الأمم المتحدة عن طريق الولايات المتحدة لوصول مساعدات إنسانية، هذا العذر الذي هو أقبح من ذنب. في أماكن كثير في سوريا تعاني 10 أضعاف الذي تعانيه حلب الشرقية، لم يتحرك أحد لإيصال مساعدات، لكن هلأ صرنا 10 أيام تقريبا بحجة أنه هدنة ووصول مساعدات إنسانية، لا دخلت المساعدات الإنسانية ولا صارت هدنة، قدمنا نحن مثل ما طلبوا، فتحنا طريق، ابتعدت القوات السورية الأسلحة الثقيلة عن الطريق هذا، ولكن الأمر ما زال على ما هو عليه. كل العمليات هي سيدتي هي مراوغة أمريكية، وكل ما نقول نحن أنه أمريكا انحسرت، أمريكا لن تنحسر بهالمنطقة، هي تبحث دائما عن أعذار ازدواجية المعايير لتدخل بمنطقة وأخرى، لما بيكون في تهدئة أو الوضع بصالح القوات السورية تدخل بأسلوب ما لإطالة أمر الأزمة ولتهدئة الوضع ولتحسين لتعطي فرصة للمسلحين لتحسين قواتهم وتجميع قواتهم لإعادة المحاولة مرة أخرى. فالحزم الموجود هون صح المطلوب حل سياسي، لكن إذا ما كنت على الأرض ماكن وقوي لن تحصل على حل سياسي. فالأول والآخر الوضع العسكري هو الذي يحدد الحزم، إن كان سياسيا عن طريق المفاوضات أو عسكريا عن طريق الأرض. طيب سيادة اللواء المتقاعد هيثم خليل الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر الهاتف من حلب، شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد المسيح الشامي، كثيرة هي الأسئلة التي طرحها مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، منها لماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية فجأة ودون سابق انذار بهذه الضربات على منطقة دير الزور، ولماذا لم تقدم في السابق بشأن ضربات شبيهة؟ أيضا هناك دعوة من تشورك الولايات المتحدة الأمريكية للتنسيق مع روسيا إذا كانت راغبة فعلا بالقيام بضربات ضد التنظيم في دير الزور أو أي مكان آخر، مؤكدا تشورك أن العدوان الأمريكي على مواقع للجيش السوري لا يتسم بأي حس من المسؤولية، يعني مستوى الاتهام عالي جدا من روسيا إلى واشنطن، كيف ستتلقف واشنطن هذا التحرك الروسي؟ لا شك ان يعني هذه الاتهامات اتهامات قويه جدا وكبيره جدا ان تصدر من روسيا لامريكا بشكل واضح ويعني معلن بهذا الشكل وبكل تفاصيل هذا الاتهام المعلن. اعتقد ان اليوم المواجهه بين امريكا وروسيا اتخذت موقف او مرحله او دخلت مرحله جديده. امريكا يعني بشكل او باخر حاولت الهروب الى الامام. اليوم روسيا يعني تتبع مع أمريكا سياسة يعني النفس الطويل بالتعاطي مع الحل السياسي لإحراج أمريكا، وأمريكا يعني معروفة الاستراتيجية الأمريكية مبنية بشكل أو بآخر على سياسة الفوضى كما قلت،
ومع هكذا استراتيجية يكون الحل السياسي أو التعاطي السياسي بالنفس الطويل على الطريقة الروسية محرج جدا، ويعني إلى حد ما ربما يعني قاتل للسياسة الأمريكية، لأنه يحشرها في زوايا لا تستطيع في بعض الأحيان تقديم تبريرات ولا حلول ولا ردود ولا أجوبة منطقية يمكن أن تتناسب مع المرحلة ومع القضية المطروحة ومع الحلول التي يجب أن تكون يعني موضوعة على الطاولة لحل أي أزمة. لذلك اليوم روسيا كانت واضحة جدا، وربما سارت مع في الفترة المضت مع السياسة الأمريكية لتصل بها إلى هذا الحد، لتصل بها إلى هذه الزاوية، إلى هذه النتيجة التي تستطيع بشكل أو بآخر كشف السياسة الأمريكية وكشف الألاعيب الأمريكية وإخراج يعني أو سحب الغطاء عن الـ يعني المزركش يعني عن نشر الديمقراطية، عن نشر الحرية إلى ما هنالك. يعني أعتقد أن النفس التعاطي الروسي بهذه الروح الطويلة وبهذا النفس الطويل، هذا السياسة المحنكة إلى حد ما مع أمريكا، أدخل أمريكا بمرحلة من الفوضى، بمرحلة من عدم التوازن بالتعاطي مع طيب، الأزمة السورية. يعني لا أدري إن كان هذا الكلام واقعي إلى حد كبير. نتحدث عن دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تستطيع أن تدخل بهذه الدوامة بهذه السهولة؟ لكن اسمح لي أن تبقى معي مباشرة عبر الهاتف من دمشق الشيخ سطام الدندل، عضو مجلس الشعب السوري. أهلا ومرحبا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا ومرحبا فيك. حياك الله. ماذا فعلتم كأعضاء مجلس شعب أو كبرلمان سوري بتداعيات هذا العدوان؟ في الحقيقة يعني كان هناك احتجاج واضح وكبير على هذه الضربة الموجهة إلى محافظة دير الزور وإلى أبطال الجيش العربي السوري في محافظة دير الزور. طبعا الكل يعلم والرضيع كمان يعني يعلم أن الترابط والربط بين تنظيم داعش الإرهابي والقوات الأمريكية وبالأخص التحالف وأنا أسميها الغرف السوداء الأمريكية، الكل يعرف وبات يعرف بهذه العلاقة الوطيدة بين الطرفين. بخصوص ضربة دير الزور في الأمس عزيزتي الكريمة، كانت هذه أنا باعتقادي كانت هذه الضربة مدبرة ومخطط لها، وخاصة بعد انتصار أبطال الجيش العربي السوري على تلة الصنوف منذ يومين في دير الزور، فازداد التوتر بالغرف السوداء الأمريكية لتنظيم داعش، فقام بغطاء جوي لتنظيم داعش من خلال هذه الضربة التي شاهدناها بالأمس. ومن ثم تزامنت هذه الضربة مع هجوم لتنظيم داعش على هذه المنطقة الذي ضربها التحالف، إلا أن سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد، والجيش العربي السوري أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وقوات العشائر كانت لهم بالمرصاد، ومن ثم تم السيطرة على هذا الموقع بعد أن دخله داعش لمدة ساعة أو أقل، ومن ثم تم السيطرة عليه من قبل الجيش العربي السوري العشاوس الأبطال. طيب لو سمحت ابقى معي، بأي إطار نستطيع أن نفهم لو سمحت أستاذ عبد المسيح الشامي المرحلة القادمة، وإلى أين ستسير في ضوء هذا التحرك الجديد؟ لا شك أن ما جرى طبعا كما قلت تحول كبير جدا بمسار الأزمة. أعتقد أن الدخول الأمريكي بهذا الشكل يعني بهذا الوضوح، أولا يعني بهذه القوة وبهذه الصفاقة حقيقة بالتدخل بضرب قوات الجيش السوري بشكل واضح جدا بهذه المنطقة داخل سوريا في قلب سوريا، إضافة إلى هذا التشارك اليوم بهذه العمليات مع داعش، أعتقد أنه هذا تحول كبير جدا. اليوم أمريكا أسقطت القناع، اليوم دخلت بشكل مباشر إلى سوريا، وأعتقد أنها بشكل أو بآخر تحاول اليوم التملص والهروب من أي إمكانية ومن أي فكرة لوضع حل أو يعني حل سياسي أو حتى فكرة تفاوض اليوم مع روسيا لوضع أي حل سياسي في سوريا. مشروع أمريكا في سوريا هو الدمار إلى ما لا نهاية، الحرب إلى ما لا نهاية، وأعتقد أن يعني إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين أعتقد أنه أفقد أمريكا وإسرائيل صوابهما وجعلهما يدخلان بشكل مباشر في هذا الحرب. لذلك أعتقد أن للأسف الشديد يعني هذا التدخل له دلالات سلبية، له دلالات سيئة جدا، وهي أن أمريكا ما زالت مصرة على الحل العسكري أو على النهج العسكري وعلى النهج الإرهاب اليوم في تدمير سوريا والولوج وفي الدخول وبالاستمرار في هذه الحرب إلى ما لا نهاية.
طيب اعتقد ان هذا لا شك انه سوف يرخي بظلال سيئه جدا على الشعب السوري وعلى سوريا وعلى كل يعني معالم يعني القضيه برمتها ان كان السياسيه او الامنيه. لذلك هذا التطور يجب ان نقراه بطريقه يعني متأنية، واعتقد انه سوف يكون تحول جذري في طريقة وفي يعني أسلوب وفي سياسة وفي يعني أسس تعاطي أمريكا اليوم مع الأزمة السورية. هي بهذا التدخل تعطي رسالة واضحة إلى روسيا وإلى ربما الحلف الذي مع وإلى الحكومة السورية بأن الحلول السياسية قد انتهت. لا أعتقد أن هذا التدخل يعني بعد هذا التدخل وأن من ينتهج هذا الاسلوب في التعاطي مع ازمه كالازمه السوريه، لا اعتقد انه جدير او انه على الاقل يملك الحد الادنى من النيه ومن يعني الامكانيه للدخول في اي حل سياسي في الازمه السوريه. امريكا يعني واضح جدا لا يمكن ان تخرج، لا يمكن ان تدخل في حرب او في حل سياسي وهي خارجه من حرب خاسره، يعني تحاول بشكل او باخر، خصوصا وانها تعيش اليوم هاجس يعني أبول زمن أو يعني شمس الإمبراطورية الأمريكية. نحن نعلم أن هنالك تحولات على مستوى العالم، هنالك انزياحات كبرى على مستوى العالم. أمريكا تخسر بشكل كل يوم أكثر من اليوم الذي مضى من قوتها ومن مساحة انتشارها ومن سلطتها ومن نفوذها على العالم. وسياسة أمريكا اليوم ليست وضع حلول بل إدخال العالم، وإدخال خصوصا القوى الصاعدة والقوى الكبرى التي بدأت تظهر على الساحة العالمية، إدخال هذه الدول وإدخال هذه المنظومات الدولية الجديدة وهذه التجمعات الدولية الجديدة بمشاكل وربما تناقضات وصراعات هنا هناك للحد من تقدمها وللحد من تطورها. ربما تستطيع من خلال هذا الوقت الضائع أو من خلال هذا التراجع أو هذا الضعف عند هذه الدول إذا استطاعت لذلك سبيل أن تستعيد قوتها وأن تستعيد سلطتها. لذلك أعتقد أن أمريكا على المدى المنظور لن تدخل في أي تسويات سياسية، لا إن كان في القضية السورية ولا حتى في قضايا أخرى. يعني أعتقد أن الخلاف اليوم بين روسيا وأمريكا سوف يتطور وسوف يمتد على كل الملفات، على ملف الدرع الصاروخي، على ملف أوكرانيا، على ملفات أخرى. ويعني لذلك يعني المستقبل لن يكون هنالك يعني لن يكون مشرق كثيرا ولن يكون يعني يدعو للامل كثيرا في كثير من الملفات مع طالما ان امريكا طيب. تنهج هذا النهج. لذلك اعتقد ان الحل في سوريا، نقول دائما الحل في سوريا هو حل عسكري، يجب ان تنتهي هذه المجموعة. طيب لكن الحل العسكري يحتاج الى قرار ببعض التفاصيل. نعرف تماما بان الحرب في سوريا ليست حرب طرفين، هي حرب كبيرة جدا تجري على الجغرافيا السورية. لو سمحت ابقى معي أستاذ عبد المسيح الشامي الشيخ سطام الدندل عضو مجلس الشعب. سيادة النائب لو سمحت، هل من تحرك محتمل للبرلمان السوري في ضوء ما جرى أو على الأقل لبرلمانات أخرى سواء في دول أوروبية أو في بعض الولايات الأمريكية تحديدا؟ نعرف بأن هناك وفود كانت تصل للبرلمان وتزور البرلمان في الفترة الماضية. أكيد سيدتي، هذا التحرك راح يكون طبعا على مستوى مجلس الشعب السوري وراح يكون على مستوى البرلمانات الثانية المتضامنة مع الشعب السوري. طبعا أنا أحب أثني على مداخلة الزميل الموجود حاليا عندكم، وأنا أؤكد على أنه لا قبل الثانية على المداخلة، لكن في إطار مجلس الشعب لو سمحت، ما هي أو ما هو شكل هذا التحرك الذي ستقومون به كأعضاء في البرلمان السوري للحديث عن هذا الموضوع؟ ومن هي البرلمانات التي ستتوجهون في الخطاب إليها في ضوء ما جرى يوم أمس؟ طبعا نحن حاليا بعطلة، وكنا بيعرف أنه هذا المجلس حاليا في عطلة، بس راح تكون هناك رسائل موجهة. لكن هل يبرر للبرلمان السوري هذه العطلة في ضوء ما جرى؟ ألن يكون هناك على الأقل جلسة استثنائية للبرلمان السوري سيادة النائب؟ أكيد محتمل يكون في جلسة استثنائية. أنا لا أعلم اللي بالجلسة الاستثنائية، بس أكيد راح يكون في جلسة استثنائية. بس أنا أؤكد طبعا أنه البرلمان السوري وجه رسالات وسيوجه رسالات إلى البرلمانات المتضامنة مع البرلمان السوري والمتضامنة مع الشعب السوري بخصوص هذه الضربة المؤلمة والكبيرة لمحافظة دير الزور. طيب أهلا ومرحبا بك من جديد، وشكرا جزيلا لتواجدك معنا الشيخ سطام الدندل عضو مجلس الشعب السوري. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. أستاذ عبد المسيح الشامي، يعني ستكون المشادات الكلامية بمستوى أكبر أم بمستوى أقل في المرحلة القادمة
لا سيما بعد ما جرى يوم امس في الجلسه المغلقه لمجلس الامن بعد العدوان الذي قامت فيه الولايات المتحده الامريكيه. لا اعتقد انها ستتطور، اعتقد سوف تكون بشكل حاد اكثر وبشكل ربما اقوى في اماكن مختلفه، ليس فقط في الامم المتحده، واعتقد ان سوف يكون هنالك صدامات كثيره على الاقل سياسيه ودبلوماسيه بين الروس والامريكان، ويعني على في المدى المنظور القريب على الاقل. امريكا تفقد كما قلت تفقد صوابها شيئا فشيئا، امريكا لم تعد قادره على حسم كثير من معاركها وخصوصا المعركه في الشرق الاوسط، وهذا يدخل يعني يحولها بشكل او باخر كوحش جريح، تحاول بشكل او باخر استعاده هيبتها، تحاول بشكل او باخر. هي طبعا لا نقول هنا ان امريكا يعني انتهت، امريكا ما زالت قوه عظمى وربما الاقوى حتى الان على مستوى العالم، ولكن هي في دور السقوط، يعني في دور التراجع، ليست في طور التقدم والهيمنه والتوسع، وهنالك فارق كبير ان يكون يعني هذه الدول بنقطه واحده، ان كان يعني بين ان تكون في طور الصعود او طور الهبوط. لذلك اعتقد أن أمريكا اليوم تعاني بشكل أو بآخر من فقدانها لهيبتها، فقدانها لقوتها، فقدانها عفوا لسيطرتها على كثير من المناطق خصوصا في الحرب السورية. لا يجب أن ننسى أن الحرب السورية اليوم هي فعلا حرب عالمية، حرب مهمة جدا، سوف يخرج المنتصر منها كزعيم لهذا العالم، وهي لم تعد قادرة، يعني واضح جدا أن أمريكا لم تعد قادرة حتى على ربح الجولات السياسية في هذه المعركة. لذلك هي اليوم تشعر بعدم التوازن وتشعر أيضا بالمنافسة الحقيقية من روسيا. لذلك هذه يعني المشادات وهذه ربما يعني الصدامات التي جرت بينها وبين روسيا سوف لا شك أنها سوف تنتدم وسوف تتصاعد كثيرا في الآونة المقبلة. طيب بما يخص أيضا جلسة مجلس الأمن، يعني الدعوة لهذه الجلسة، كيف ستتلقفها واشنطن في المرحلة القادمة؟ وهل هذا الأمر سيوصل بنهاية المطاف إلى انهيار التفاهم الروسي الأمريكي، أم أن هذا الموضوع غير مرتبط بذلك؟ طبعا لا شك أن يعني أمريكا سوف يعني تتلقى هذه الدعوة بكثير من يعني أعتقد من الحماقة ومن الانزعاج، لأنها يعني ولأول مرة من الحماقة بأي معنى؟ يعني هل ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية على رد فعل من نوع ما؟ لا استغرب، اعتقد انها يعني انا من خلال يعني مفهومي للعقليه الامريكيه ومن خلال يعني معرفتنا بعقليه امريكا، ويعني اعتقد ما جرى بالامس هو يعني دليل واضح على ان امريكا اليوم على الاقل في هذه المرحله وبهذه العقليه التي بدنا يعني نشاهدها تميل الى العنف في ردود افعالها تجاه اي ربما حصار تجاه اي هزيمه تتلقاها ان كان على البعد السياسي او على البعد العسكري. يعني ما جرى بالامس هو رد واضح جدا على امرين، على يعني الضغط الروسي الذي بات يحاصر اليوم السياسه الامريكيه من جهه، يعني هذا واضح جدا في ملفات كثيره، في ملف الهدنه، في ملف حلب، في ملف موضوع فصل الارهابيين عن غير الارهابيين، في مجمل هذه القضايا من جهه، ومن جهه اخرى على الفشل، اعتقد يعني اعود واكرر هذه القضيه، قضيه اسقاط الطائرتين امر مهم جدا وتحول كبير جدا في هذه الحرب في سوريا. لذلك اليوم امريكا تعيش يعني كانت رده فعلها بالامس في هذه الغاره في هذا العدوان الواضح هي رده فعل على هذين الامرين، لانهما يعنيان بشكل واضح جدا ان امريكا لم تعد قادره، لم تعد هي الاقوى اليوم في على الملف على المستوى السياسي، لم تعد هي الاقوى ايضا على المستوى العدوي. يعني هم راهنوا على مدى كل السنوات سنوات الحرب الخمسة التي مضت على أن هي فقدت قدرتها على السيطرة، فقدت قدرتها على الرد، وخصوصا الاستراتيجي منه على إسرائيل، بينما تبين بالأمس أن سوريا ما زالت تعتقد بكامل قوتها التي تستطيع من خلالها الرد على إسرائيل وإسقاط الطائرات وبمستوى يعني تسليح عادي جدا، يعني لم تستعمل أقوى ما عندها من الأسلحة. طيب أستاذ عبد المسيح،
نعم وصلت الفكرة. نستطيع أن نفهم شيء من التزامن الذي حصل يوم أمس، هل هو مقصود أم غير مقصود؟ غارة إسرائيلية في خان أرنبة في سوريا، في جنوب السوري، وأيضا في الشمال الشرقي لسوريا، عملية من طائرات التحالف الأمريكي، عدوان حقيقي، وأيضا ما جرى من تطبيق للتفاهم الأمريكي الروسي في منطقة الكاستيلو تحديدا، هل هو تزامن مقصود أم غير مقصود؟ وإن كان مقصود، ما الرسالة؟ لا شك يعني كما قلت هو تزامن يعني مقصود، يعني لا يمكن يعني غارة بمستوى التي يعني جرت بالأمس من 5 طائرات أمريكية بكل هذا التنسيق وكل هذا الترتيب، وأيضا بالترتيب يعني هنالك أيضا غرفة عمليات مشتركة بينها وبين داعش، لا أعتقد أنها جاءت بالصدفة، يعني في الحروب يعني هكذا عمل لا يمكن أن يكون يعني مجرد صدفة تأتي على يعني هامش أي حرب. أعتقد أنها كما قلت هي ردة فعل واضحة للسوري على الغارة الإسرائيلية من جهة، وعلى موضوع تقدم الجيش السوري في الكاستيلو واستعادة كثير من المناطق في محيط حلب، إضافة إلى فشل الهدنة يعني بفك الحصار عن المجموعات الإرهابية، إضافة إلى الفشل السياسي أيضا في الوصول إلى حل مرضي لأمريكا مع الروس. كل هذه القضايا، مجمل هذه القضايا وكثير من التفاصيل التي تتعلق بكل هذه القضايا وهي كثيرة، أعتقد كل هذه القضايا كانت هي السبب الحقيقي الذي أدخل أو الذي أخذت أمريكا القرار بالدخول بهذه الغارة أو بفعل هذه الغارة في سوريا، لكي ترسل أكثر من رسالة كما قلت، تريد أن ترسل إلى رسالة تتملص وتتقلص من أي إمكانية ومن أي فكرة اليوم على الأقل على المدى المنظور للأشهر القادمة مع الروس. اليوم لا أعتقد أن الروس اليوم مستعدين للدخول مع أمريكا في أي حل سياسي بعد هذه الغارة، يعني اليوم قبل على الأقل أن تحل هذه القضية، وهذا أمر ليس بالأمر السهل كما شاهدنا في مجلس الأمن يعني من مندوب روسيا، الروس مزعجين جدا من الغارة الروسية الأمريكية، وهم لهم يعني موقف متقدم جدا، وهم يكيلون الاتهامات لأمريكا، وأعتقد أن الأجواء بين أمريكا وروسيا لم تعد أجواء تفاوض، لم تعد أجواء حل سياسي، لذلك وهذا ربما يعني أقصى أو أهم ما تريده طيب. أمريكا من هذه الغارة. إذن أجواء ليست أجواء تفاوض ولا أجواء حل سياسي، إنما هي ضمن أي إطار توضع أستاذ عبد المسيح الشامي؟ عفوا، أنت قلت بأن الأجواء بين كل من روسيا وأمريكا هي ليست أجواء تفاوض ولا أجواء حل سياسي، إنما أي أجواء نستطيع أن نطلق عليها تسميات في ضوء ما يجري بين الروسي والأمريكي اليوم؟ أعتقد أن وبعد يعني المواقف التي أطلقها المندوب الروسي في الأمم المتحدة، أعتقد أن أجواء صدام، يعني هنالك أجواء يعني متصادمة، هنالك أجواء عداوة واضحة جدا، هنالك يعني ألفاظ تقال لأول مرة بشكل مباشر لأمريكا، تآمر إلى ما هنالك، يعني هنالك عدوان، هنالك يعني روسيا تعتبر حالها معنية بشكل أو بآخر بالأرض السورية، بحماية السيادة السورية بشكل أو كحليف، وهذا شيء منطقي بين الحلفاء، وأعتقد أنها أصيبت بصدمة كبيرة بالأمس من خلال الموقف المتقدم المفاجئ بالنسبة لروسيا من أمريكا بهذا العدوان الذي لم يكن له مبرر على الأقل بالعقلية الروسية، يعني روسيا لا يمكن أن تفعل الأمر بعد كل هذه الجولات التفاوض والمكوكية هنا وهناك والأجواء التي يعني أشاعتها روسيا مع أمريكا رغم يعني تشاؤمها في الأيام الماضية، ولكن لا أعتقد أن روسيا كانت تتوقع أن أمريكا يمكن أن تصعد إلى هذا الحد الذي صعدت به بالأمس، لذلك وهذا كان واضح جدا من ردة فعل روسيا في طيب. مجلس الأمس. نعم أشكرك، انتهى الوقت تماما أستاذ عبد المسيح الشامي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر خدمة السكايب من برلين، شكرا جزيلا لك، الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الإخبارية السورية على متابعة هذه التغطية، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية لكن نذهب بعد قليل إلى نشرة منتصف النهار لنعود ونتابع معكم بعدها مباشرة، إلى اللقاء.